بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة للتطورات في غزة وعلى الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. مجلس الأمن الدولي يفشل بتصويت لمشروع قرار لإيقاف العدوان والحرب في غزة للمرة الثانية بالأمس، بالمقابل أي هدنة إنسانية لم تتحقق أيضا، وآلة القتل الإسرائيلية مطلقة اليدين لترتكب ما ترتكبه من مجازر وإبادة ومحارق بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ماذا بعد؟ من يضع حدا لإراقة الدماء في غزة؟ وهل تمتد الحرب إلى جبهات وساحات أخرى؟ أقرأ في هذه الفترة مع ضيفي الذي يسعدني أن أرحب به كل الترحيب باستديو الأستاذ الكبير الصحافي سمير منصور. أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا. يعني 20 يوم على الحرب، مجلس الأمن كان فشل قبل أسبوع بقرار برازيلي لوقف الحرب، مشروع قرار بالأمس أيضا فشل مرة تانية بتصويت على مشروع روسي وأيضا أمريكي، بالوقت اللي عم نشوف أنه في دعم لا محدود لنتنياهو أوروبي وأمريكي بهذه الحرب. برأيك هل هيدا كله بيخلينا نقول أنه حرب غزة مطولة؟ أولا تحية إكبار وتقدير وإجلال لأرواح الشهداء الأطفال خصوصا وكل المقاومين على الحدود. بدون شك أنه حرب من أبشع الحروب، يعني نحن جيل واكب بعض الاجتياحات الإسرائيلية من التسعينات اليوم، من 82 إلى 85 لوصولا إلى عناقيد الغضب، وصولا إلى عدوان تموز 2006. ما في افظع من هيك حرب إبادة بكل ما للكلمه من معنى. وللاسف الشديد بهيك ظروف كان يتم اللجوء الى الامم المتحده، الى دول كبرى بتسمي حالها دول عظمى. صحيح. دول العالم الحر. ثبت لدينا من خلال التجربه المريره انه هيدي كذبه كبيره، العالم الحر مع الاسف انحياز سافر إلى حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى. نعم. اليوم الأمريكاني الذي يراهن عليه كدولة كبرى ممكن تضغط على مجلس أمن على أطراف النزاع في الشرق الأوسط أو غيره. للأسف الشديد رئيس أمريكا بيقول جاي يشوف شو بدكم لحتى جاي يقول أنا هنا لأدعم إسرائيل، يعني بشكل فاضح. وزير خارجيته بكل وقاحة بيقول أنا جاي كيهودي مش كوزير خارجية. صحيح. هذا الكلام عطل الدور الأمريكي. عطل الدور الأمريكي يلي لاحقا بده يكون شريك بشكل أو بآخر بتسويق. بالنظر إلى العلاقة المتينة بين الإسرائيلي والأمريكاني، اللي هو من يعني هو الإسرائيلي تابع للأمريكاني وبيشتغل عنده الشرطي تبعه بالشرق الأوسط. بالنهاية هذه الحرب ستنتهي. ما في حرب بالعالم ما انتهت، ما في حرب شفناها بلبنان، ما في اجتياح اسرائيلي ما انتهى، ولكن باي ثمن. يعني ما يجري منذ السابع من تشرين الاول هو وصمه عار في جبين العالم. بالنهايه بده الكل يقعدوا على الطاوله وبده يصير في مفاوضات سياسيه، وهذا الامر لا مفر منه لأنه الكل في مأزق، حتى المنتصر قد يبدو في لحظة ما في مأزق. يعني خلينا نبلش بالمقاومة. حزب الله إذا المعني مباشرة بطبيعة الأرض بطبيعة المعركة طبعا، إذا وقف على الحياد بيقولوا له وين صواريخك؟ وين دورك بتبني القضية الفلسطينية؟ أو دافع عن نفسه بيقولوا له ورطنا بحرب كذا. صحيح صحيح. بالنهاية الإسرائيلي بورطة كل الجرائم والمجازر الكبرى اللي عم يرتكبها نتنياهو بدك البيوت فوق الأطفال وباللحم الحي وبذبح الأطفال، كل هيدي للتغطية على الهزيمة التي مني بها الجانب الإسرائيلي بسبعة تشرين. نعم. نتنياهو ومن خلفه بايدن يخوضان الانتخابات باللحم الحي للطفل الفلسطيني. نعم مع الأسف. يعني ولكن تعيبا على الشيء اللي تفضلتي فيه انه بالنهاية طويلة او مش طويلة، طويلة لسبب واحد
انه نسبيا رح تكون يعني ما رح يصير في طاوله بهالسرعه قبل ما يحاول نتنياهو ينسي العالم ما حصل في 27. نعم، هلا هو هدفه المعلن لنتنياهو انه القضاء على حماس، علما انه حماس يعني منا يعني جيش منظم، حماس هي ممكن تكون حماسية يعني من الفلسطينيين، حماس حركة مقاومة نشأت نتيجة هذا الاحتلال اللي عمره حماس عقود. مثل مقاتلين بالمقاومة بالجنوب طبعا، هودي أبناء الأرض طبعا أكيد، في معظمهم من أبناء الضياع الجنوبية اللي عم بيدافعوا عن أرضهم، ما حدا بده حرب، هذا الكلام منطقي اللي عم نسمعه من معظم السياسيين، ما حدا بده حرب. نعم صحيح، ومنقولها وما منستحي فيها، الناس عم تقول خاصة بالمناطق الحدودية انه ما بقى فينا، نحن منهكين، نحن تعبانين بعد ما نسينا مجازر حرب تموز بالفعل. ولكن بالوقت نفسه في موقف وطني موحد انه في حال اعتدي علينا كلنا مقاومة وكلنا بدنا ندافع وكلنا بدنا نواجه، بس بالاخر والامريكي في مأزق، الامريكي قديش رح يمشي معه من العالم غير فرنسا ووزير خارجية ايطاليا وامريكا وطبيعة الحال كله دعم للاسرائيلي وبريطانيا طبعا وبريطانيا. للاسف الشديد هيدي عملية ابادة تشكل وصمة عار في جميع العالم. نعم، لازم يخجلوا هؤلاء الدول. صحيح، انه من حق اسرائيل تدافع عن نفسها. نعم، من حق اسرائيل تدافع عن نفسها، ولكن حق الفلسطينيين، من حق الطفل الفلسطيني انه ما يموت باشرس الات الدمار بالعالم. هيدي بتمنى وصمة عار فعلا. يعني عم شوف كيل بمكيالين من الاتحاد الاوروبي يلي بينظر الى هذا عالم الوحوش الكاسرة. مع الاسف، للاسف بهيك حالات كنا قلنا انه عادة الناس بتنطر وساطة، بتنطر عقلاء، بتنطر مؤسسة دولية، بتنتظر مجلس امن، ولكن للاسف الشديد العالم الحر بين مزدوجين لا علاقة له لا بالحرية ولا بالحضارة. صحيح، يمكن هيدا كمان يلي وصفه وليد جنبلاط بقوله انه العالم اليوم يفتقد الى قياده حكيمه، يفتقد الى قاده، يفتقد الى رؤساء. وليد جنبلاط اللي عم بيقوله، ومش وحده عم بيقوله، كل العالم بتقوله. على من يراهن الناس هذا الطفل الفلسطيني الذي يذبح ويدك بيته على العروض؟ امبارح زميل صحافي وائل الدحدوح عائلته بكاملها مع حفيده، مش حرام؟ هذا انسان غير شكل، مخلوق عجيب هذا. نعم، يعني هون كمان الإعلام الغربي ما كمان عم بيضوي على هذه المجازر. الإعلام يستهدف من قبل إسرائيل بشكل مباشر، تم استهداف موكب الجزيرة بلبنان على الحدود واستشهد الزميل عصام عبد الله، أيضا كان في استهداف واضح بالأمس لعائلة الدحدوح للقول للصحافي أنه أنتم ممنوع تذكروا شو عم بيصير هون، في إرهاب يمارس لحق الصحفيين. اللي صار امبارح بالنسبه لقصف المنزل الذي يقوم به الزميل الدحدوح وائل الدحدوح، هذا بلش وقت اللي اغتال الجيش الاسرائيلي شيرين ابو عاطله. نعم صحيح، ثبت وقتها انه عم مطلوب الرساله التي ارسلت من خلال اغتيال شيرين ابو عاطله انه ما بدنا اعلام. امبارح استهداف المنزل الذي يقيم فيه الزميل اللي استشهدت عائلته، هيدا متعمد ومقصود وليس بالصدفة على الإطلاق، لأنه ما يجري في غزة مش خلاف على أرض أو خلاف على حدود أو خلاف على نقطة مراقبة، ما يجري هو جزء. مع الأسف عم شوف مشاهد العمليات المقابر الجماعية، هذا عائلة وائل الدحدوح كمان الجثمين، يعني مشهد جدا مؤثر، بنوجه التعازي لعائلة وائل دحدوح. ولكن ما شفنا حدا من المجتمع الدولي تحرك، ما شفنا حدا من الإعلام الغربي. للأسف الشديد هذا عملية القتل والإبادة التي تجري اليوم هي جزء من مخطط اللي عم بيقول لا عم نحلل ولا عنا معلومات غيرنا ما عنده إياها، الإسرائيلي عم بيقول من خلال كتب لمسؤولين إسرائيليين بعتقد منهم نتنياهو، إنه في إحصاءات بتقول إنه بعد 10 سنين أو أكثر شوي عدد رح يصير عدد السكان الفلسطينيين
فيما يسمى أراضي 48، يعني فلسطين رح يكون بعد السنوات أكثر عدد من عدد اليهود. مشان هيك عملية ترانسفير اللي عم تصير لما يدمروا برج على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ، هودي ما عم بيدمروا لأنه مش عاجبهم شكله، قتلوا تهجير أو لحتى يدفعوا الفلسطيني مصاري يرجع يعملوا، لا عم بيقولوا له هيدا عم يتدمر تما حدا يرجع على هذه الأرض. في عملية ترانسفير اللي عم تصير، وبالإضافة إنه أعقبت عملية ناجحة لعملية بارة لحركة حماس، وضعت الجميع في مأزق، بس بالآخر هي جزء من مخطط واضح وصريح وهني عم بيقولوه يعني، سواء بتصريحات أو كذا. بالإضافة عم يجربوا يقولوا إنه حماس إرهاب. طيب الست هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا بتقول بكتابها الأخير إنه نحن ما اخترع داعش أو الإرهاب. صحيح. طيب هيدي عدة الشغل تبع الأمريكاني والإسرائيلي، حركات الإرهاب صحيح. والهذا هيدي لما بدهم عنوان إسلامي ليشوفوا في صورة الإسلام أو ليعملوا حروب طائفية بيستعينوا بهالمنظمات اللي هني مولوها بمسميات إسلامية. نعم، ولكن الغريب يعني كنا نشوف دائما موقف أوروبي فرنسي تحديدا نوعا ما معتدل. بالأمس شفنا رئيس الفرنسي بتل أبيب عم بيطالب باتحاد دولي وتحالف دولي ليحارب حماس، وتماهى بشكل كامل مع نتنياهو بتشبيه حماس بداعش. ويعني هالانقلاب بالموقف الأوروبي برأيك ما رده، شو أسبابه؟ شيء أسباب انتخابية، شيء أسباب لا أخلاقية، شيء أسباب لها علاقة بحسابات وبصفقات وباعتبارات مادية وسياسية وأحيانا انتخابية. للأسف الشديد موقف الفرنسي كان متميز عادة بدءا من حرب 73 وما قبلها بحرب 67، كان متميز الموقف الفرنسي. وحتى الموقف الأمريكي المنحاز بشكل فاضح وسافر للجانب الإسرائيلي وللقصف المتوحش اللي شهدته مجازر على مر التاريخ منذ مجزرة دير ياسين قبل النكبة الأولى للشعب الفلسطيني حيث طرد من أرضه، حتى يعني تاريخيا كل تاريخ الإسرائيلي قائم على كان في مواقف متميزة. ما حدا عم بيقول وقفوا مع الفلسطيني أو مع المقاومة، عم بيقولوا وقفوا على الحياة، ولكن وضد جرائم الحرب اللي عم ترتكب بحق المدنيين. هيدي عملية إبادة صحيح سيحاسب عليها التاريخ إذا كان هناك من تاريخ منصف، إذا كان هناك من ضمير عالمي. أبدا على الإطلاق. للأسف الشديد نتنياهو يحاول تجميل تلميع صورته على حساب جثث الأطفال. مع الأسف صحيح. ومن يدعم الموقف الإسرائيلي سواء كان بايدن بيتحمل مسؤولية أو وزير يشارك في عملية القتل وفي عملية الإبادة تلك. طبعا أستاذنا الكريم، بسياق حديثك كشفت عن مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وترحيلهم قسرا من قطاع غزة، لأنه في عملية تغيير ديموغرافيا، ولأنه كمان في مخطط قديم متجدد لترحيل الفلسطينيين يعني بين مزدوجين سيناء بدل من غزة، يعني هيدا المشروع كمان يلي يحاول الرئيس المصري التصدي لأنه سيناء اللي باعوها الإسرائيليين للمصاروي قبل الاشتياح الإسرائيلي بالثمانينات لما انسحبوا من سيناء وعملت عيد وطني. هلا عم يستردوا، عم يحاولوا استرداد اللي باعوه للمصاروي بالثمانينات وعملوا اغاني وعوده صحيح. سيناء والى اخره صحيح بوقتها صحيح. ولكن هيدا المشروع الرئيس برأيك. المصري عفوا ما قال انا ضد، يمكن سقط سهوا انه يقول انا ضد. قال لا مش سيناء، نقب صحراء النقب. ايه لحتى لانه هيدي طيب انه الاسرائيلي بيقول لك هولي ارهاب، عم بيقول له الرئيس المصري انه خي اذا ارهاب خدهم على النقب وتحاسب انتم بينهم. للاسف الشديد عالم منحاز يكيل بمكيالين ويرى بعين واحده ويتفرج على جثث الاطفال واشلاء الاطفال
تقتل في فلسطين والعالم يتفرج دون الإقدام على أي خطوة. بالآخر للأسف هذا زمن الوحوش الكاسرة. صحيح. هذا زمن الدول الكبرى التي لا علاقة لها لا بالحضارة ولا بالحرية. صحيح. وأبرز دليل يعني بالأمس يعني مجرد قول أمين العام للأمم المتحدة من على منبر الأمم المتحدة موقف معتدل تجاه الحرب، ويعني مطالبته بتحييد المدنيين كاد أن يحاكم يعني بالأمس، وكيل الاتهامات له بالانحياز من قبل مندوب إسرائيل، وما شفنا أي يعني مندوب حاول أنه يتدخل أو أن يضع المندوب الإسرائيلي عند حده. يعني حتى دور الأمم المتحدة اليوم المعتدل خاضع للهيمنة الأمريكية وخاضع لضغوط دولية، والعالم بكيل بمكيالين كيف أنه ولا هون عالم لونه أشقر وهون أوكرانيا غير شيء وهونيكي هون بنحكي هون بنسكت. عيب. صحيح. عيب وجريمة يشارك فيها هذا المجتمع الدولي في كل لحظة. نعم. في موقف تركي لافت كان بالأمس، يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببداية كان يعني ما في له مواقف على الحياد، بعدين بالأمس كان له موقف لافت. أول شيء لغى زيارته لإسرائيل وأكد أنه حماس هي حركة مقاومة ودين العمليات القتل اللي تمارس بحق الفلسطينيين. برأيك اليوم الرئيس التركي هذا الموقف قد ايه ممكن يأثر وشو خلفياته كمان؟ ممكن يأثر، يمكن بعض كمان، يمكن بعض المسؤولين والحكام بالعالم العربي يمكن يتأثروا إلى حد ما، ما بدي أقول خجلا يعني تأثرا بموقف أردوغان، الموقف التركي أكيد صدى كتير طيب بالعالم العربي وبالدول وعند الدول التي لا تساير بايدن ووزير خارجيته والدول الأوروبية في دعم الإرهاب الإسرائيلي. نعم. أكيد رح يكون له تأثير وإن شاء الله نسمع مواقف عربية مشابهة على الأقل. نعم. يعني كمان قراءة باللي صار من بعد 27، كانت في إصرار أمريكا على تحييد إيران. يعني بالأول البيت الأبيض قال إنه ما عندنا ولا أي مؤشر على إنه إيران هي يعني اللي أعطت الضوء لحماس القيام بهذا العملية. بعدين حتى لما استهدفت القواعد الأمريكية بسوريا وبالعراق كمان البنتاغون قال ما عندنا أي دليل على إنه إيران قد تكون وراء هذه العمليات. في بشكل واضح في تحييد أمريكي لإيران بهذه في تناغم بالمواقف في في مكان ما. مواقف اللي تفضلتي وأشرتي لها بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي مزبوط، هذا شغلي لافتة ما توضحت كليا، ولكن ما ننسى أنه هناك حوار أمريكي إيراني مستمر. يمكن الهدف عدم توسع الجبهة. الموقف العاقل اللي أخذته المقاومة بالجنوب اللي يعني ما سمي بقواعد الاشتباك، قواعد الاشتباك تيران، قواعد الاشتباك، هذا جاء على خلفية الحوار ربما الأمريكي الإيراني. نعم. يلي بيقدر يضغط، بيقدر يمون على ويأثر في مسار التطورات اللي عم نشوفها اليوم. إلى أي مدى هذا الموقف وأيضا مواقف الإيرانية ممكن أنه تلجم أي توسع للجبهة لتطال لبنان، يعني إذا طالت لبنان كمان ممكن تصبح حرب إقليمية أو عالمية؟ قلنا أنه الكل في مأزق، حتى الإسرائيلي. صحيح. مقاومة ربما تكون في مأزق أنه مساحة الحركة، هامش الحركة 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر من الجهة، يعني صحيح. لا يتعدى 5 كيلومتر. وبعض الخبراء بيقولوا أنه يمكن هذا هو سبب العدد اللافت من الشهداء اللي عم يسقطوا خلال المواجهات على الحدود الفلسطينية اللبنانية. العملية بالنهاية بدها توصل لنوع من الحوار، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه حتى اللي عم بيقتل هلا اللي هو الإسرائيلي هو ناطر تحسين موقعه التفاوضي. وبالنهاية لابد أنه أي حرب مثل هذه الحرب مثل أي حرب أن تستثمر سياسيا في النهاية. نعم. بالاستثمار السياسي اللي حضرتك عم تحكي عنه، يعني اليوم وزير خارجية الفلسطيني قال حل الدولتين بات أقرب من أي وقت مضى. حل الدولتين كنا معنا بدأ وكأنه منسي. صحيح. محسنتي، لأنه من إنجازات
العملية اللي قامت فيها حماس هي إعادة مشروع الدولتين إلى الواجهة. صحيح. كانت عم تنحسر وعم تتراجع شوي شوي. يعني من وقت ترامب وصفقة القرن ما بقى حدا حكي عن حل الدولتين. صح صح. مشان هيك هذه جزء من من الإنجازات التي تحققت. ولكن برأيك يعني بتوصل لهالمرحلة يعني بتوصل لإجبار الإسرائيلي؟ ممكن جدا ممكن جدا. وبعد في أوراق كثيرة في ضباط أسرى كبار مسؤولين إسرائيليين يعني هيدي شادي للفلسطيني إنه ما قتل وما استهدف لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا هدم بيوت فقروس أصحابها. نعم. ولكن نحن بنعرف هيك بس الإعلام الغربي يعني بقي مؤثر بالرواية الإسرائيلية اللي طلعت بالساعات الأولى إنه حماس قطعت روس. حتى رئيس بايدن اللي وقع فيها الرئيس الأمريكي للأسف الشديد ثبت إنه يعني شو هالرئيس هذا اللي طار البيت الأبيض اللي بيسبق تحقيق. يعني عم نكتشف إنه الرئيس الأمريكي هو مش أكتر من آلة للتعبير. صحيح. عن موقف الحاكم الفعلي. صحيح. اللي هو CIA واللي هو الإستابليشمنت بسموها هذه اللي بتحكم هي اللي بتاخد القرارات ورئيس رئيس الولايات المتحدة مش أكتر من واجهة للأسف. بالفعل لأنه حتى اضطر البيت الأبيض تاني يوم يوضح ويقول إنه مش عيب هيك التسرع يعني ما كان في دليل. بعدين بكل انحياز وبكل عقل إجرامي بيقول أنا زعلت لما شفت إنه في مستشفى المعمدان انقصر ويبدو من الجانب الآخر بيّن إنه مش أنتو. صحيح. يعني زايد على اليهود. بالفعل بكل الأحوال الأطفال الفلسطيني اليوم عم يكتبوا التاريخ لأنه عم يروا أرض فلسطين بدمائهم وبلحمهم وبدمهم وبالنهاية بس إن شاء الله هذه صح. الدماء يعني تكون تستثمر بحل إن شاء الله إذا في الفلسطيني حقه يجب أن يكون التاريخ منصف. نعم. أقله التاريخ. نعم طبعا أكيد. موضوع الأسرى اللي كمان أشرت له اليوم مثل ما قلت كمان كنا عم نقول قبل الهوى يمكن حماس نفسها ما كانت متأكدة إنه تقدر. يقال عند بعض الخبراء وبعض القريبين من المقاومة الفلسطينية من حماس إنه حتى حماس ما كانت متوقعة أن يأتي مردود هذه العملية بهذا الشكل. طبعاً. سواء من حيث عدد الأسرى أو من حيث الانتصار الإعلامي على الأقل اللي شافوه إنه عم يشيلوا وبعدين محافظين على الأسرى ما ارتكبوا جرائم قتل أطفال وغيره مثل ما قلنا. بالفعل لما أطلقوا الرهينتين الإسرائيليتين الرهينتين حكوا للإعلام حكوا عن اللي شافوه طيبة وجيدة لإلهم وكمان ما وصلت للإعلام الغربي. هيدا بخوف العالم اللي بتصرف هيك بالإضافة لكونه ما عنده شيء يخسره بالإضافة للعامل الأهم ست نوال إنه هيدا مستعد يموت بخوف الآلة الإسرائيلية. طبعا شو ما كانت الآلة الحربية الإسرائيلية. صحيح. لأنه بخوف الآلة الحربية الإسرائيلية يمكن صار في تردد بالهجوم البري يعني صار هيدا الهجوم البري هيدي تخريج يعملوها لنتنياهو ما تأخذيني أطعطي تخريج اللي عملوها لنتنياهو الأمريكان لأنهم بيعرفوا أنه مردود العملية ما رح يكون لا لصالحهم ولا لصالحهم رح يكبر الخسائر هيدي عم بيقولوا له أجلها عملياً عم بيقولوا له بلاها وبعد شوي بنحصر الحديث عن العملية البرية يعني رغم التهويل تبع نتنياهو. يعني الأمريكان عم بيقولوا له ما تعمل هذه العملية برأيك هن اللي عم أعلنوها رسمياً لكن بايدن طلبوا منه تأجيل عملية لكن بايدن واليوم في كلام منسوب لنتنياهو بيقول إنه توغل الجيش الإسرائيلي في مناطق كثير قريبة توغل برياً بالليل ما حدا شاف وإذا توغل بمناطق تابعة لغزة عقارياً مش معناتها بدأ الهجوم البري. يعني حتى رويترز وصحف أمريكية كلها كشفت أنه الإدارة الأمريكية نصحته أنه ما تتوغل برياً مثل ما قلت لأنه حرب المدن وحرب الشوارع يعني رح يكون مكلف لإله. مزبوط. وبعدين اللي مستعد يموت هذا بيخوف العالم. يعني كان في كلام لضباط مخابرات أمريكان انه شو المخابرات الاسرائيليه اللي ما معها خبر شو عم يصير قالوا له يا عمي نحن عم نواجه ناس مستعده تموت هودي ما في قابل توقف بوجهه طبعا فلسطيني هذا وضعه.
طبعا أكيد. ملف الأسرى كيف ممكن يستثمر برأيك؟ يعني أطلقت الرهينتين مقابل إدخال وقود، ولكن الشعار رفعته حماس تبييض السجون، هل ممكن برأيك تحت القصف وتحت وهذا الدعم الكثير كبير لنتنياهو؟ هلا عم يجرب نتنياهو، واضح انه عم يجرب انه شوي شوي العالم تنسى صورة الهزيمة التي مني فيها الجانب الإسرائيلي. بعد منها رح يبدأ الحديث جديا عن تبادل الأسرة، وساعتها مردود تبادل الأسرة ببين رح يكون بالتأكيد لصالح حماس، لأنه الإسرائيلي مثل ما بيرتكب جرائم قتل وهدم بيوت على رؤوس أصحابها، كمان بيخطف عبو جنب. عشية كل اجتماع مفاوضات مع محمود عباس والسلطة الفلسطينية كانوا يخطفوا مجموعة مشان يفاوضوا عليها، وأما الأسرى الحقيقيين فيضلوا لما بدهم يفاوضوا على مستوطنة بيحتلوا مزيد من الأراضي فيفاوضوا عليها والمستوطنة بتبقى. هذا الأسلوب الإسرائيلي. نعم. مردود الأسرى رح يكون كتير كبير، خصوصا انه بيناتهم هي ورقه قويه كثير بايد في ضباط اسرائيليين كبار. نعم، وضباط مخابرات وغيره، وكمان في من جنسيات اخرى يعني غير اسرائيليه، وبالتالي كمان ورقه حتى كتير كبيرة. حتى الاسرائيلي. بس شوفي قديش وحشيه الحكم باسرائيل لما يقولوا انه عم يحكي عن اطفال اسرائيل مش اطفال فلسطين، يقولوا انه والله مصلحة إسرائيل أهم بكثير من جثث ومن الأسرى. للأسف الشديد صحيح. حتى لما حاكم بالعالم على هذه الأرض بيحكي هالكلام، خلي العالم يقول مين الإرهابي، هيدا الإرهاب بعينه بالفعل. وصار في تظاهرات ضده بالمجتمع الإسرائيلي كمان نتنياهو، يعني حتى الصحف الإسرائيلية حطت أنه 75% كمان من اللي كانوا مأيدينه باستطلاعات رأي بعد حرب غزة عم بحملوا المسؤولية، عم بيطلبوا بالاستقالة. وبالتالي اليوم حتى المجتمع الإسرائيلي يعني يرى هال طبعا في ناس عقلين، في مفكرين، في ناس معتدلين، في ناس مع حل الدولتين. خلينا نكون منصفين، كمان الفلسطيني ما في شيء مع طال الإسرائيلي. صحيح. آخر شيء عملوا خي يعطيني أبو عمار الله يرحمه، قال له أعطونا عنوان. صحيح. بدي عنوان، أنا هاي أرضي بدي عنوان، سير معروف عنواني وأنا. ما في شيء، ما في تنازل، ما أعطي خاصة بالسنوات الأخيرة بالفعل بعهد محمود عباس، كل حتى لم يثمر. ياسر عرفات كمان أعطي التنازلات، بالآخر بالآخر ما ضل شيء عند الفلسطيني لا يعطيه. وعم يثبت يوم بعد يوم انه هيدي مجموعة لا تفهم الا بالقوة طبعا، وتاريخها قائم على القتل والارهاب للأسف. طبعا اكيد اكيد طبعا. يعني مثل ما قلت انه كل التفاوض حتى الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية اللي طبعا كانت كل الوقت عم تتفاوض ما وصلت لتحصل على اي حق، بالعكس كان بالضفة الغربية عمليات الاستيطان عم تتوسع، كمان الاعتقالات وغزة سجن كبير كمان، يعني مطوق 2006 محاصرة مليون شخص. طيب هذا شعب انت حشرته بالزاوية طبعا اكيد، وعم تجوعه وعم تقتله وعم تزله وعم تفقره، واخر شيء بتقله انت ارهاب وانت عم اعتدي علي، شو هالكلام؟ طبعا طبعا اكيد. قبل ما انتقل للداخل، اليوم عم شوف تقديرات متناقضة حول مسار الحرب. بعد بيعتقد انه رح تضل محصورة ضمن النطاق الغزاوي لكتير اعتبارات، منها انه ما تصدق هذه دولة بدون حدود. إذا أنا وياك هلأ فتشنا حدود إسرائيل، وني ما لها حدود، هيدي الدولة الوحيدة بالعالم اللي ما لها حدود. نعم. ما في حدود، لذلك المشروع الإسرائيلي مستمر. وبالآخر إذا كان صار في حديث بحل الدولتين بيكون إنجاز تاريخي يتحقق للشعب الفلسطيني طبعا أكيد. هذا إذا ما الإسرائيلي رجع يقتل ويقصف ويحاصر. ولكن هل شايف حال الدولتين يعني عنده فرصة اليوم، لأنه مثل ما قلنا في انحياز غربي كثير كبير إلى جانب وصلوا الكل لطريق مسدود. نعم. فلسطيني ما بقى عنده شيء يتنازل عنه. الإسرائيلي هلأ للأسف الشديد، للأسف الشديد شو عنده الإسرائيلي هلأ إلا قتل الأطفال؟ صحيح. إلا هدم البيوت على رؤوس أصحابه، ما عنده شيء تاني، ما عنده شيء تاني.
ما بعرف إذا مندوبتنا بالجنوب ممكن كمان تطلع معنا تلخص لنا الوضع بالجنوب. بدي أنتقل شوي للملفات الداخلية، يعني نحن نسينا ملفاتنا الداخلية، نحن أولاً بحرب اقتصادية من 2019 وبأزمة سياسية كمان كتير كبيرة، بعد شوي قادمين على استحقاقات ما بتحتمل الشغور منا قيادة الجيش بكانون، عم نشوف تحرك بلش لموضوع. تعرفي سمعت حديث نقاش في جانب منه بيقول قد يكون ما جرى في لبنان من انهيارات متتالية من سنة 19 لليوم قد يكون ذو صلة بشكل أو بآخر، قد يكون ذا صلة باللي عم بيصير اليوم. الإسرائيلي بجرب مثلا قبل الاجتياح 82 الشهير صارت تحصل حوادث في لبنان غير مفهومة. شوف صار عمي، هون صار انفجار، مين فيهم؟ ما في حدا. تبين لاحقا، يعني أحد السياسيين بيقول لي إنه في أشياء كثير بالسياسة لحتى تعرفها بتبلش من الآخر، لما تشوف النتيجة بتعرف شو كان عم بيصير في ذلك. كان بدهم من الأساس. بعد أسابيع من حوادث في صيدا وفي بيروت وفي طرابلس كان الاجتياح الإسرائيلي، كانوا عم بيحضروا المواطن لتقبل الإسرائيلي. هون عم بيحضروا المواطن لقبول برفع الدعم عن البنزين، بس ما وقف ساعتين بالشمس دخيلكم. صحيح صحيح. اليوم الإسرائيلي عنده هذا الأسلوب تحضير الأرض اللي بيشبه مصادرة أموال الناس بالبنوك وإرزدال الناس وأحباط الناس لجعل المواطن في لبنان يقول خلص يعني اعطوني شو ما كان بس خلصوني بقى. صحيح. شو ما كان بس لاقي الدواء بالفعل. شو ما كان بس يترخص الأسعار بالفعل للأسف بالفعل. الشديد بالفعل معك حق. شفنا حراك للوزير السابق رئيس تيار وطن حر جبران باسيل على المرجعيات والقوى السياسية، وكنا فاكرين من سابع المستحيلات أنه يصير في لقاء بينه وبين فرنجية، حصل هذا اللقاء قبل يعني بالأمس، يعني برأيك قد يغير شيء بالمنطقة؟ شوف الحركة السياسي الرئاسي تحديدا بأي حركة سياسية خصوصا بظروف مثل هاي بالحركة بركة بتنظر. بس نقطة العار عنا نحن بمجتمعنا السياسي صالح وفي مشهدنا السياسي انه بأسوأ الظروف بنختلف مين فلان بيسمي فلان او مين بيسمي فلان مين. بعدين لشو ليش الدستور انعمل مشان هيك الظروف؟ بقول لك لا ما بقبل بالتمديد لقائد الجيش. طيب بقبل بانه الحل محله رئيس الاركان. صحيح. للاسف الشديد هيدي نقطه عار عند الطبقه السياسيه، ومشكور اي سياسي بيقوم بحركه باتجاه مصلحه البلد وكل يراها للاسف على طريقته، ولكن هذا الجمود وهذا الفراغ وهذا الذي يجري في لبنان من انهيارات متتاليه اقتصاديه وسياسيه يشكل وصمة عار على جبين هذه الطبقة السياسية. طبعا أكيد بكل طبعا. وبعدين الحركة اللي انعملت كويسة، بس كمان في حركتين لازم تنعمل، يعني في حركة باتجاه العالم باتجاه ما بيكفي وزير الخارجية يستدعي السفراء، أو بدك حركة ليل ونهار اجتماعات مفتوحة. نعم. لأنه البلد عم ينهار يعني. طبعا أكيد على كل الصعد يعني. كمان بلشنا نسمع بموضوع البواخر، كمان ممكن يكون شركات التأمين تزيد أو ترفع الحماية بهالطريقة. ايه والمطار نفس الشيء خفف رحلاته بالمطار وغيره. ما البلد منهار بأساسه، قلنا ناس ما فيها تحمل. أكيد. ناس منهكة، ناس مرهقة، وما حدا عم يرحم حدا. بيطلع مسؤول غير مسؤول بيحكي عن شغلة انه بتوقع انه يعلى الدولار، ثاني يوم بلشوا يعلى الدولار. صحيح. المافيات ولا هلا خفت من بعد ما راح الاستاذ الاكبر رياض سلامه، عنوان مصادره اموال الناس في المصارف، يعني في نوع من جمود اذا حد ما بتسوي. هذا شيء خطوه كويسه لقدام بموضوع الودائع، بس ما حدا عم يرحم. صحيح. امبارح النقباء المستوردين ما بعرف شو انه نحن مخزنين ده. بكره بتلاقي اذا مجرد ما واحد حكي انه صحيح ولا بده يسكر لا سمح الله بيروحوا على التخزين والاحتكار. طبعا ورفع الاسعار ورفع الاسعار
يعني وزارة الاقتصاد اللي دائما بتقول انه ما عندها العدد الكافي والعديد البشري كمان بتكون يعني كله بسبب عدم وجود الدولة طبعا لازم. اكيد يعني سؤال اخير قبل ما اختم حديثي معك استاذنا الكريم، مثل ما قلنا في حراك، قبل ما تصير الحرب بغزة وقبل طوفان الاقصى كان مفروض يوصل وزير خارجية القطري على بيروت، وكان موفد القطري عم بحاول يحضر الأرضية. اليوم خلص الموضوع الرئيسي ما بقى على الأجندة الدولية، لأنه عيب على السياسيين اللبنانيين اللي ما بيسرعوا بأسرع وقت أنه ينتخبوا رئيس جمهورية. يعني صارت مسؤولية داخلية، ما بقى طبعاً حدا طبعاً طبعاً دولياً رح يجي يقول لهم أنا بقول لك الأمريكاني بيقدر يخربط بيقدر يمنع بس نحن علينا أن نحاول. صحيح، ما في جيش أمريكاني أو غير أمريكاني رح يجي يسكر مجلس النواب طبعا اكيد بجيش امريكي، لا بس نحن علينا ان نجرب. يعني برايك عيب بتعول على عيب انه نستمر بهذا الفراغ، وعيب على الطبقه السياسيه ان تضل في يا ما في انتخابات يا المرشح الفلاني. صحيح، بالعكس المرشح الفلاني المعني مباشره اللي هو سليمان فرنجيه امبارح كان في منتهى الواقعيه لما تحدث بعد مزاره. صحيح، بعد مزاره جبران الوزير البسيط. نعم، يعني طبعا نحن نتمنى انه يصير في رئيس، ولكن باقي الحل تبدا على المستوى الداخلي بانتخاب رئيس. بلبنانة هذا الاستحقاق، وخلينا هلا يعني بهذا الظرف يكون مناسب للبنة الاستحقاق، ولكن بتشوف انه رايحين لننتخب رئيس؟ بالنسبه انا بقول مش مستحيل، خطوه مش مستحيله. ممكن ايا يكن الضغط، يعني ايا تكن المؤثرات الدوليه موجوده، لما يكون في موقف موحد بصير هذه المؤثرات أضعف، مثل موقف عربي موحد ممكن يعزز الموقف العربي، بس للأسف كل واحد فاتح حسابه. طبعا نعم طبعا، أنا بدي أشكر حضورك الكاتب السياسي سمير منصور، بدي أشكر كمان يعني تلبيتك الدعوة حتى تغري من خارج بيروت وهذا تخصيص الوقت لنا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، سنستكمل هذه التغطية بعد قليل، سيكون معي المحامي والناشط السياسي أنطوان نصر الله.